نشرة هذا الأسبوع برعاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الأسبوعية لمصنعتنا وأبرز الأحداث والفعاليات في ولاية المصنعة خلال الفترة من 20 وحتى 26 من أكتوبر لعام 2017 للميلاد، برئاسة سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة. الجمعية العمومية لمجلس الآباء والأمهات بولاية المصنعة تعقد اجتماعها الأول لتشكيل المجلس للعامين الدراسيين 2017-2018 2018-2019 للميلاد. حقق أبناء المصنعة زكريا الوهابي والمعتصم الفارسي وعلاء العمراني وإلياس الفضلي إنجازات مشرفة في بطولة بطل الإمارات للإبحار الشراعي والتي أقيمت في أبوظبي. حصل ابن المصنعة أحمد بن محمد الشبيبي على المركز الثاني في مسابقة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية. حققت الفرس الشامخة لمالكها ابن المصنع محمد بن خميس الفارسي المركز الأول في الشوط الرابع من السباق الثاني بمضمار الرحبة، كما شاركت خيول أخرى لأبناء المصنع وقدمت مستويات جيدة. فريق الزوامل من الكلية التقنية بالمصنع يحقق المركز الثاني في محور جودة التعليم وخارطة الطريق في التنمية المستدامة ضمن مسابقة الخطابة البيئية للكليات والجامعات. عقد صندوق الزكاة والصدقات بولاية المصنعة مؤتمرا صحفيا حول مستجدات الصندوق وفق الآلية الجديدة لعمل لجان الزكاة بالسلطنة. عقد فريق الأخوة الرياضي الثقافي بولاية المصنعة مؤتمرا صحفيا لتقديم مدربه الجديد عبدالله الراسبي للمرحلة القادمة. أقام فريق المصنع للرماية بالأسلحة التقليدية جلسة حوارية تم من خلالها مناقشة مختلف المحاور التي تخص عمل الفريق في الفترة القادمة. وضمن دور الدرجة الأولى العمانية لكرة القدم، نادي المصنع يخسر أمام نادي مجيس بنتيجة 0-0. مشاهدينا الكرام، هكذا قدمنا لكم النشرة الأسبوعية لمصنعتنا. نشرة هذا الأسبوع برعاية